للحديث عن تطورات ثورة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات الأستاذ عبد الله الفراجي. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. يعني شهيد جديد في ساحة الوثبة في بغداد، لكن السؤال، لماذا تستمر الحكومة بخيارها القمعي أستاذ عبد الله؟ نعم، أهلا بك، مرحبا. والله يا أخي العزيز، مثل ما تعرف الحكومة ليس للحكومة حل آخر سوى الحل القمعي، سوى الحل بالغازات المسيلة للدموع، سوى الرد على المعتقلين، الرد على المعتصمين بالقوة. المعتصمون لا زالوا يؤكدون على سلمية التظاهرات، سلمية تظاهراتهم. المعتصمون لا زالوا يتمسكون بسلمية التظاهرات، رغم كل هذا الإرهاب الذي تمارسه الحكومة وأحزابها. يوم أمس شهدت ساحات الاعتصام، خصوصا ساحة التحرير، اكتظاظا، وتوجه بعض الناشطون والمعتصمون إلى منطقة الكرادة وإلى شارع أبي نواس، هددوا ووجهوا بعض الرسائل لمقرات الأحزاب التي تتمسك بالسلطة والتي ممكن تستهدفهم في ساحة التحرير. هي نفس الأحزاب التي تمتلك الميليشيات. نعم. مع هذا ظلوا متمسكين ومستمسكين بالسلمية. لا حل إلا السلمية، لا حلول إلا بالسلمية. الحكومة ستستمر برهابها. يوم أمس كما ذكرت الآن، قتل أحد المعتصمين في ساحة الوثبة بالغازات المسيلة للدموع، والشرطة ومكافحة الشغب فرغوا اعتصامات وفرغوا المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع بالقوة. الحكومة ليست لديها خيار سوى خيار القمع وخيار الإرهاب، وهي تواجه شعبا أعزلا يستمر بتمسكه بالسلمية، ولا سلاح إلا السلاح السلمية. هو استخدام الآلة القمعية بالنسبة للحكومة وأيضا الميليشيات يدل على إفلاسها في خيار آخر غير ترشيح واحد من ضمن الطغمة السياسية الحاكمة في العراق. أستاذ عبد الله، استعادة زخم التظاهرات وأيضا موضوع امتلاء الساحات بالمعتصمين، ألا يكشف هذا الأمر فشل رهان الحكومة على عامل الوقت؟ أخي، الحكومة راهنت ولا زالت تراهن على عملية كسب الوقت وقتل الوقت في سبيل المماطلة والتسويف، تسويف مطالب المتظاهرين. المتظاهرون لا زالوا معتصمين في ساحات التظاهر، ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات. إلا أن يوم أمس وفي يوم الأحد الماضي شهدت ساحات الاعتصام اكتظاظا، وشهدت هذه الساحات زخما، أعادت للثورة أيامها الأولى يوم انتفض العراقيون يوم 1/10. طبعا ليس الساحات الرئيسية في المحافظات فحسب، بل في الأقضية والنواحي. مثلا في الناصرية يعتصم المعتصمون والمتظاهرون في ساحة الحبوبي كما تعرفون، في مركز مدينة الناصرية. لكن خرجت مظاهرات في قضاي شبرا والرفاعي تعادل هذه المظاهرات التي أو الاعتصامات التي في ساحة الحبوبي، كما في محافظة ميسان وكما في البصرة. خرجت الناس عن بكرة أبيها، الناس الشعب مصمم على اقتلاع السياسيين من جذورهم، إلا أن السياسيين وأبرزهم كتلة البناء متشبثون بالحكم. نعم. ويريدون أن يفرضوا سلطتهم ويفرضوا رأيهم على الشعب، ولكن هيهات، حتى وإن عينوا رئيس وزراء من هذه سيفشل، من هذه الكتلة سيفشل، ولو جربوا لأكثر من 4 أو 5 مرات. الآن لحد الآن أربع رؤساء مقترحين فشلوا، هم العيداني وزملائه، هم فشلوا لحد الآن. لكن كتلة البناء والأحزاب الحاكمة، أحزاب السلطة، ستعيد الكرة، سترشح آخر ربما بعد 2 أو 3 أو 5 أيام، سترشح آخر ثم تفشل. نعم. أستاذ عبد الله، تعتقد الإجراءات الحكومية من اغتيال وخطف واعتقال وتغييب قسري للمتظاهرين، تعتقد أن هذه الإجراءات سوف تزيد من إصرار المتظاهرين على تواجدهم في ساحات التظاهر؟
المتظاهرون يصرون على التواصل، تواصل مظاهرات، وان 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 تعرضوا للارهاب كما يتعرضون الان، وان تعرضوا للخطف والقتل، فهذه قضيه وطن، القضيه ليست قضيه شخصيه اخي العزيز، القضيه قضيه وطن. المتظاهرون نعم انهم مستمسكون او متمسكون بالسلميه، لكن الهدف هو اكبر من مساله شخصيه. نعم المتظاهرون لا يخشون التغييب القسري، لا يخشون الاختطاف، لا يخشون الميليشيات، بل سيواصلون بصدور عاريه الاعتصام والتظاهر ضد هذه الحكومه الفاشله، الحكومه التي تشكلها وتشرف عليها ايران واحزابها السياسيه الفاسده. لكن لربما لا يطول الامل كثيرا، ربما ايام وستعلن الحكومه مرشحها الجديد، ولكل حادث حديث. في 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 يعني في هذا المفصل تحديدا، المتظاهرون كما تفضلت أستاذ عبد الله قبل قليل يؤكدون على رفضهم لأي مرشح من الأحزاب التي أتت بعد عام 2003 لرئاسة الحكومة. لكن إذا ما تحدثنا عن الشعب العراقي، هل أدرك العراقيون أن لا طريق للخلاص سوى برحيل الأحزاب الحاكمة في العراق؟ أغلب فئات الشعب بكل أطيافه، أغلب فئات الشعب قولنا إن الحل في العراق يكون جذريا وليس على طريقة الترقيع التي تستخدمها الميليشيات وأحزابها الحاكمة. الحل يكون جذري باقتلاع كل الميليشيات، كل الأحزاب الفاسدة التي جثمت على صدور العراقيين لمدة 16 عاما. الأحزاب كلها متى ما تخلص العراق من هذه الأحزاب ومن هذه الشخوص، وجاءوا في رئيس وزراء بانتخاب صحيح، بانتخاب صريح، رئيس تكنوقراط لا يرتبط بأي حزب، في ذلك الوقت سيعم العراق السلام وسيتنفس أهله الصعداء. أما في غير الحل الجذري، بغير حل الجذري لا يمكن للعراق أن يستقر ويسوده الأمان أو سياسي أو حتى اجتماعي. فأفسدت كل شيء في البلاد، ولا يمكن التحدث عن رئيس وزراء كان يعمل في إحدى الأحزاب أو حتى مشارك ولو كان مستغلا. من بغداد الناشط في التظاهرات عبد الله الفراجي، شكرا جزيلا لكم.